انا عايز ارسم كيرف سهله جدا جدا جدا. تعالى لي على الفيرتيكال، ده الفيرتيكال اللي هو مستوى. خد لي رقم، خلي بالك انا عارف الفانكشن اللي بشجعها عامل ازاي. بص يا شاهد، لو هي واقعه هنا هتمشي هنا. طب لو هي هنا هتمشي من ورا لكده. لان الاسمبتوت از اتانجنت تو ذا كيرف بوت ان انفينيتي. فالكيرف ويل هاف تو موف بيسايد ات. But it will never intersect it. كل اللي انا عايز اعرفه، عايز اعرف الفانكشن بتاعتي هنا موجوده في الحته دي ولا موجوده في الحته اللي فوق. دي سهله قوي. خد لي رقم قبل ال1. مين اجمى الرقم قبل البوزيتيف 1؟ زيرو. خد زيرو. تعالى. سبستيتيوت في المين فانكشن. فين المين فانكشن اللي انا كنت شغال عليها؟ اهي. تعالى سبستيتيوت هنا بزيرو. اعمل سبستيتيوشن كده. 3 بات 0 0 ديفايد على نيجاتيف 1 سو الفاليو 0. يبقى اذا في الجزء ده لو حطيت اكس 0 ادي الفانكشن بتاعتي، يبقى فور شور الجراف بتاعك في الحاله دي بين التو لاينز دول، فلازم يمشي كده، يطلع كده يلف وينزل بالوضع اللي انت شايفه ده. يبقى انت عرفت ان عندك في الحته دي هيبقى ماكسيموم. يعني لما انت تيجي تعمل دول تيجي تعمل الاكسس ده لازم تعرف ماكسيموم بوينت، لان البوينت دي ماكسيموم بوينت. تعالى لي بعد ال1، بعد ال1 وليكن انا هروح عند بوينت مين؟ 2. انا عايز اعرف الفانكشن بتاعتي فوق الخط ولا تحت الخط؟ اعرفها ازاي؟ بكل بساطه اخد ال2 دي واعمل بيها سبستيتيوشن في الستريت لاين. عوضي كده في الستريت لاين. يبقى انا باخد ال2 دي رقم من دماغي اهو. اخد ال2 واعمل هنا سبستيتيوشن 2 تايم 3 6 6 7 9. يبقى عند ال2 انا عارف ان البوينت دي هي هنا ان فرونت اوف مين؟ تعالى بقى خد ال2 دي وروح اعمل بيها سبستيتيوشن هنا. لو طلعت جريتر ذان 9 هتبقى الفانكشن هنا. طب لو لسه 9 هتبقى تحت. تعالى نجرب. تعالى كده 2 تو ذا باور اوف 2 4 4 تايم 3 12 12 على 2 ماينس 1 ب 12. يبقى فعلا الفانكشن بتاعتك موجوده فين؟ موجوده فوق. هذا شكل الفانكشن بتاعتك. يبقى انا بالفعل لو كنت جيت هنا وجبت الواي دبل داش كان هيطلع لك كام كريتيكال بوينت؟ 2 اوف ذا one of them minimum اللي هي موجوده في الليفت، one of them maximum اللي هي موجوده زي ما انت شايف كده في الليفت، والثانيه تبقى فين؟ في الرايت زي ما حضرتك شايف. معايا يا باشمهندس؟ خلي بالك انت فور شور هيجي لك واحده عليها. فور شور. ليه؟ فيها بريفاتيف وفيها ايكويشنز وفيها سولوشنز وفيها سمبليفيكيشنز وفيها السبتوت، فيها كل حاجه. انت كده خلصت جزء الدريفت. اخر حركه، اخر حركه دقيقتين بالظبط. معلش انا اتكلمت امبارح على فانكشنز ان سيفرال فاريبلز، ودي لازم يجي لك واحده عليها. ايه فانكشنز ان سيفرال فاريبلز؟ زي دي الزي فانكشن از ا فانكشن ان بوث اكس اند مين؟ اند واي. لو انا حبيت اعمل بارشال ديريفاتيفز الموضوع سهل قوي. لو انا عايز اجيب مثلا زي سب اكس، يعني لو عايز اعمل زي سب اكس، زي سب اكس ده معناه ايه؟ معناه ان انا هعمل ديريفاتيف فور زي كونسيدرينج الاكس واي واي از ا كونستانت. تعال نعمل نجرب دي حركه جديده خالص. الكلام ده يساوي ستارت ديفرنشيت دي فيها اكس ديفرنشيت، يبقى ده اصبح 3 هو ده في اكس زيرو ده مش خالص. طب الكوزاين موجود فيه اكس جوه؟ فضل الواي انا شايفها اس 2 اس 3 اس 4 اس نمبر. تعال بقى اعمل الديريفاتيف. لما اجي اعمل الديريفاتيف ده هيبقى بوزيتيف. ال 3a is a constant. بعدين الكوزاين هيدي لك ساين اكس واي، اوعى تنسى تايمز مين؟ اشمعنى؟ لانك بتدفرنشيت وذ ريزن توكس، فبعامل الواي از كونستنت. معايا؟ جميل. تعالى هاتي لي كده زد صب واي. اعكس. يلا. يبقى انا هبص هنا اهو. الاكس كيوب الدريفت بتاعها بكام؟ زيرو لانه نمبر. بعدين حاجه اخبط في مين دلوقتي؟ في النيجاتيف 3 a، يبقى ده هيبقى بوزيتيف 3 a ب
بتاع الساين اكس 1 ايوه روعه تسلم ايدك. اللي بعده هيبقى عندك واي كيو اللي هو الديريفيتيف بتاعه ب 3 مين واي سكوير. طيب شباب لو انا عايز اجيب زي اكس واي، زي اكس واي ات مينز يو ويل جيت ذا ديريفيتيف سكند ديريفيتيف اوف زي ذا فيرست ويز ريسبكت تو اكس ذا سكند ويز ريسبكت تو واي. يعني بارشال بارشال اكس فور بارشال زي بارشال واي، ده المقصود بالسكند ديريفيتيف. اسمه ميكس الدريفيتيف. الفيرست فيهم بتاع مين؟ ديفرنشيال بقى اللي انت شايفه قدامك ده بس وذ ريسبكت لمين؟ لاكس. اشتغل. ده الجزء اللي انا هعمل له دريفيتيف، انا هديفرنشيت وذ ريسبكت تو اكس. ستارت. 3 واي سكوير از جونا بي زيرو. بعدين بقى هبدا ابص على دي، انا ديفرنشيتنج وذ ريسبكت لمين؟ يبقى دول تو فانكشنز. مظبوط. ليكس لو ليه ب 1 يبقى ده 3 a تايمز الساين بتاع اكس 1 بعدين بلس يبقى 3 a x 3 a في x تايمز كوزاين كوزاين x y ايوه طيب زميل تايمز الواي ايوه صح معلش هو برضه مش فاهم احنا مش هنخطوها عامل ايه فين؟ ايوه دي ولا دي؟ الاخيره خالص الاخيره انا كده بجيب سكند ديريفيتيف يعني هفضل تاني بس انا هفاضل اللي انا جبتها بالنسبه للواي هفاضلها بالنسبه لمين؟ للاكس العكس يبقى دي ديفرنشيتد وذ ريسبكت تو واي لما انا هبدا بقى ديفرنشيتد وذ ريسبكت تو اكس دي واي فانكشن يبقى الديريفيتيف بتاعها هيبقى زيرو لانك بتديفرنشيت وذ ريسبكت لمين دلوقتي؟ اكس يبقى اذا دي على طول هتبقى زيرو دول كام فانكشن موجوده في اكس؟ بجيب ديريفيتيف الفيرست تايمز السكند وبعدين ديريفيتيف السكند تايمز الفيرست. ماشي؟ طبعا خلي بالك انت عندك فيديو كامل على الجزء ده بتاع الباقي. اتكلمت فيه على البارشال ديريفيتيفز واتكلمت على الجزء ده. شباب انا متشكر جدا على متابعتك ليا انا عارف ان طبعا احنا ليه؟ ما تقفش. انا عارف احنا متاخرين وعارف ان الكميه اللي احنا خدناها مش كبيره قوي النهارده بس انا عارف انك كورها. شكرا متشكر جدا ليكم ان شاء الله بالتوفيق. خليك معايا ثانيه واحده اقول لك عايز اقول لك انا